ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني منصور صالح. أهلا بك معنا سيد منصور على سكاي نيوز عربية. بداية، كيف تتوقع أن يتفاعل هذا التقرير وما حمله من نتائج داخل أروقة الأمم المتحدة؟ نعم، أولا بداية نقول بأن هذا التقرير لم يأتي بجديد على الصعيد المحلي. كل ما جاء في التقرير كان معروف منذ البدء، وكان هناك شهود عيان وكان هناك ناشطون قد تحدثوا عن مسؤولية الحوثي عن هذه الضربات التي استهدفت مطار عدن، وكذا حددوا الأماكن بالدقة في مطار تعز وفي شرطة محافظة إحدى مراكز الشرطة في محافظة مأرب. اليوم هذا التقرير يلقي بالمسؤولية كاملة على الأمم المتحدة وماذا يمكنها أن تقدم إزاء هذه النتائج، وهي دون شك نتائج خطيرة للغاية في أن تستهدف حكومة بأكملها وفي مطار مدني ذهب ضحية هذه العملية نحو 84 شخصا بين قتيل وبين شهيد او قتيل وجريح، وبينهم موظفين عموميين في الصليب الاحمر الدولي. لذلك نعتقد بانه على الامم المتحده مسؤوليه كبيره في تقديم جماعه الحوثي، وحين نتحدث عن جماعه الحوثي فنحن نتحدث عن من يقف خلف هذه الجماعة لتقديمها. ولكن سيد منصور، يعني هذا الهجوم يعني في تعريف القانون الدولي هو يعني الذي يحضر بطبيعة الحال كل الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، هو يرقى إلى جريمة حرب بمنظور القانون الدولي اليوم. يعني هذا التقرير، هل تعتقد أنه سيمر مرور الكرام من دون أي إجراءات، أي عقوبات يعني باعتقادك؟ هو للأسف هناك حالة من التراخي في إطار المنظومة الدولية في التعامل مع كثير من القضايا، وهناك حالة من الانقسام. إن تابعنا تصريح وكالة رويترز حول هذا الموضوع، فالدبلوماسيين الخبيرين الدوليين اللذان تحدثا عن هذه النتيجة، أضافا أيضا بأن روسيا منعت نشر التقرير على نطاق واسع، بما يعني أن هناك جهات تسعى أو تحاول أن تغطي على نتيجة هذا التقرير، أو على الأقل محاولة تمييعه. ما نخشاه هو أنه تكون هناك حالة من الاصطفاف ما بين الفئتين أو ما بين الطرفين، كما كان الحال في النقد مثلا حلفا ما بين موسكو وطهران وبكين، كما كان الحال في الملف السوري. وما يعني بالنتيجة أنه لن تكون هناك إجراءات حقيقية رادعة تجاه مرتكبيها. ولا تعتقد أنه سوف يكون لديه ارتدادات سيد منصور على الجانب الدولي الدبلوماسي لنقل وجهود أي تسوية من أجل إحلال السلام في المنطقة؟ يعني اليوم في جهود دولية فعليا تبذل مؤخرا بشكل مكثف، هل أيضا سيتم التغاضي عن نتائج هذا التقرير؟ هو بدون شك سيسبب إحراجا كبيرا للقوى التي ما زالت متمالية مع جماعة الحوثي وما زالت تحاول أن تدفع بها لأن تكون قوة أساسية معترف فيها ومقبولة في العمل السياسي. مثل هذه التصرفات لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، ولا ينبغي أن يعفى مرتكبوها من المسؤولية. هناك هذه عملية إرهابية، وكما أشرت أختي الكريمة بأنها ترقى إلى جرائم الحرب، ومن يقف هذه الجريمة بكل تأكيد ليست جماعة الحوثي بل هي قوى إقليمية، ونحن نتحدث هنا عن طهران. مثل هذه العملية لا تقوم بها جماعة دينية متطرفة قدراتها محدودة كجماعة الحوثي، بل هناك قوى إقليمية هي من أمدتها بهذه الصواريخ المتطورة. هناك مدربون وهناك ربما خبراء عسكريون هم من أطلقوا هذه الصواريخ وبتلك الدقة المتناهية. للتذكير نقول بأن هذه الضربة
كانت دقيقة للغاية وكانت ستصيب أهدافها لولا أن حصل بعد بعض الإرباك في داخل المطار. اضطر قائد الطائرة لتقديمها من المربع الأول الذي حط سقط فيه الصاروخ إلى المربع الرابع، وهو ما كان من نتائجه سلامة الحكومة. شكرا لضيفنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني منصور صالح.